فاتوا علينا وحدة الكاتر واليماز والسهرية، فاتوا علينا وشصرونا. حاولت أدافع عن حالي شوي، الفاظ ظل مستلمني لتام انه طلع، ظل تشصرني تشسير. كم صار لك متعرض للإصابة أو الضرب؟ صار لي حوالي 8 أيام، 8 أيام 9 أيام، ولا عيادي ولا إشي لتام اني طلعت. أرام الله كسروا الأصابع ورجعون صحيحات، وبدهم يركبوا البلاتين الأسبوع الجاي. لشو بتعرضوا الأسرى داخل السجون؟ احكيلي. للضرب، للإهانات، كل شي، ساحة حرب جوا. الأسرى لابسين نص كم، قاتلتهم السكعة، بناموا مثلا 10 على 5 فرشات، هوا سكعة، ثلج ثلج بالنقب، وكلهم كتلة، كلهم كتلة، اللي بده يطلع بوك الكتلة واللي بده يفوت بوك الكتلة، يعني ساحة حرب بالنقب. وبعد ما استشهد الشاب راكت شوي بس الضرب، أما الأكل لا، صحن رز لـ10، شوية أكل يعني، مش يعني بطاقة الأسرة الأكل. شو رسالتك أنت كطفل تعرضت لضرب ولاعتقال؟ شو كل شي يعني، أول ما اعتقلوني ظلوا يضربوا فيي لـ2، بعديها أهانونا، لبسونا شوالات عروسنا، وبعديها فات علينا حرب. يعني تعذبت بهاي السجنة، يعني اللي بكي له 20 سنة زي هذا الشهر ما مركيش، يعني عن 20 سنة هذا الشهر كنتوا تتابعوا أخبار الحرب بجنين؟ ولا اشي. يعني بغرفة، غرفة زنزانة بس جماعية، الشمس بكيناش نشوفها ولا اشي، بس العدد، فوتوا على العدد. طب شو رسالتك للمقاومة اليوم؟ والله بنشجعها المقاومة، الحمد لله، الله يقويها، الله ينصرهم، الله يرحم شهدائهم، والله يا الله يقويهم. محمد، لشو مشتاق اليوم؟ شو أول إشي خطر في بالك بس طلعت؟ أول إشي خطر ببالي أهل غزة اللي ماتوا عشاني وعشان الأسرة، الحمد لله، يعني احنا ربنا معنا، هم منو معهم أمريكا، احنا ربنا معنا الحمد لله.